طالب أهالي المغيبين والسجناء الحكومة بإقرار قانون العفو العام وكشف مصير آلاف المغيبين منذ عدة سنوات، كما أكدوا أن السجون العراقية تغص بآلاف الأبرياء الذين سجنوا ظلما بسبب وشاية المخبر السري. نطالب بإقرار قانون العفو العام إنصافا بالناس الأبرياء والمظلومة والناس اللي ما متلطخة إيدها بالدم العراقي. قضية ابني تختلف، أنا ابني لا إرهابي ولا قاتل ولا مجرم، ابني أمية لا يعرف يقرأ ولا يكتب، أخذوا مستمسكاته زين سووه زين، وعدي شهيد مجهول الهوية، ما عدي أحد، أنا ما عدي أحد، حرمة وبس واحد عدي بالسجن، والله أبرياء عندنا بالسجن أبرياء ومظاليم ودعاوي كيدية ودعاوي كيدية. مو 10 سنين والله، وخمس بنات والله من التعذيب بسبب المخبر السري، وما عدي أحد. أناشد خميس الخنجر يشوف التقارير ويشوف التعذيب ويشوف حالتنا.